السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ميل كستو أجوكتان كسود وهذا مقال كسابس المعلومات information أنا اللهم بهنين ولكن هدي اسكف يعني اللي اسكو قال تاو ديقى شرفت الله ديقو أحدي بول عانها الله بنتو هذا هيلب كنا عدين تيس يا دهي مايو سيتها مفي عنته حالك كورن تاو ديقى شرفت الله وحاسو على الجلاع اسكنا في مانتا نقلي ياري كشي ذنته كون سلام وغلفرتني شنتي ديارد لده هو إنو لقين وقلدنت هاي تيايدا هيد ماها ومقع رسمي او اه انو لقاي تيارة داس نيكي بالتك كاها بول تيبت ارتا ايرونيكلي انف تيارة داس حيوغو مقع ديره هيديس ما شاء الله تبارك الله عنو باريوها تيارة داس حيوغو دبان بدا نوكل يارك ادونكو ووهو الرئيس مقع هيدان او اها ليتل بوي وحالو قريد الجابان قارا هان هيروشيما تاو ذيغي شرفت لنتيجة دي وحيئها وحاكو جيريو ده بقول يلباتن كن أو قف يكبر. أي وذي يهين ده دريت أه يلميرير. هم كي أكو جيريونا أيه وح أديات لونع بصدق هاد أو أديات لونع نح. إستوريا شقارقود مركها مقصي تنتا أكو كعيش. تاريخها يا شقارقود وحيد لهن كلال كي وحو جاري أفر كن أو درج. كلال أوجز دتك مقارك هذا دلالي. ما ليسن كرتا. قف صعد أو جركي سد دلالي أو جيت ماي. قرح حس كلال مال أو كجاري دتك وحيد إسكو تورين وبيجا. سي أي وح ير أو قبوب أو هلان. مرك إسكو تورين ودبالم وين لأنه جرك هذي مقارك هذا دنا دلالي. بدي يكو قوسن. تا وذي شرفت الوبيجي وحوش كوب بدل قبورة عادية كل ركيس حتى وحو نقطة جذور بذكر وجياش وذي أنت أشكر الله لأن أي فور حما نقطة نسبتها الذي حتى ويكل كسي وين يا كان إيه يا أنا كان إيه من أي قانون سيكون داوين لها يوم مرك وجوه الرئيسي وحسانه كلا يدعان ممكن نقول يرك قدونك وجوه الرئي وين ما بتقانيت بوح أكل كل مكرتيد حتى بذكر عبس مال أيك جارين قرح من هذا كدي بلورس أنا مرك كسي وريقتي بذكر وجياش وذي يجرك وذي اللي باتوين كسي وجاري اللي ما جورسين جرين حتى عبس اللي جا عبسنا أي إن اللي باتوين اللي جرى كل ما أما اللي جاها العذور هذا الدهب وحاس صورن كدي بوحال اللي هي Thank you Manhattan Project. الحمد لله جبان ويكسوا كبسة مانتنا وحاوي وضمض الدون كهو قامنا هي كمته هيروشيما انا وحيك اللي استمت حفوين اول دهو بيس ميوزيم اي سودي جاي نصوركو سابسن سامينت ودغال كاسلها مريكن كايغو ديباتيداس جيست اي وحيك ليه وي سبورت ديموكراسي اراوند ذا وورلد ار يو كيدينج مي تاو ديغ شرفت لاني غو شيكد كو دجيناي وانا كو دحايا ديدي وحا سو دن وحاوي انكو كهادلينا هل بمب بس هيروشيما بس لي وين ناغازاكي ولي كما هادلين وقتي جاينا مانت لا جوغ هادي لا قياسه انت هو نوكليير او جيرتو وحاوي او يران شن iyo 10 kun oo hub oo nuclear ah boqolkiiba 95 waxay u kala qaybsan yihiin ruushka iyo mareykanka adduunkan hormar ah socda dowlad kastana waxay isku dayaysaa meesha ugu sareysa inay gaarto taa waday sharaf ina ku galay rabi waa isqafad laakiin waa ku galay laba goor badulqaadkeedan ina leedahay la raba taa waday sharaf tal oo asagana iska ah waxa umalaysa hubka nuclear ka oo maanta jiro iyo kii Hiroshima ku dhacay inay isku mid yihiin adduun waa ka jifta taa waday oo dheer ma hubki 120 kun oo qof oo dilay taa waday diidi ha qadiim way wali waxa joogta kun 945 soo soco imo maanta 2022 dhowr bari kadib ramadaan insha Allah soo soco kale wax sugeyna taa waday sharaf tal oo wali ku nool kun 945 aan kan xiyo adduunka hormar uu soo gaaray maanta waxa jira waxa la dhaho hydrogen bomb oo ah thermonuclear bomb waxa kale oo jira B-83 ay leeyihiin mareykanka waxay Hiroshima ka awood badan tahay 80 jeer su'aashaada waxa way u dheer waxa soo hub maxaa ku kala bara jawaabteedu waxa way daawaday sharafta la sheekada ha socotaa dhexgelin 1954 mareykanka waxay sameeyeen bombadii Hiroshima mid oo kun jeer ka awood badan adigoon iloobeyn markaas waxa jira cold war adiga waxa sameeyaysa bombo aniga dad samada u diraya waa tartan xoog leh jira markaas tartankaas asagoo socda waxa dhasha hubkii adduunka ugu fool xumaa erigaasna xasuusno bombadaas ay magac هتارا بومبا بوم بس حسنت مقعد وقدرني هي لكن هو بعيد يد فرح اسبابتا كلها هي فرحهم تيري غاسنا حسوسنا وحاوي بمبدي هيروشيما وهي كود بدن تهي صدح كون هي صدح بقروجر لو ديق شرفت الوا كدريمي كره هدا وحا دهوسا ورقال لا نبجع لا انت نو ودين حسوق الا انت ربتني نا غارتين يا اخ لو ديق شرفت الا نيق وحا جعل مركز تو اه وحيرس سو كل لا تد انا بنزين كو سي شو لو ديق شرفت الاكزاكت اهان مانت روش كي مريكان كاد از دغالان اي غاران هير او نوكليير ددك ادونك كنولو دنا دمانا ورغبت دهيس دغالان hadees dagaalayn maxay ka galay aniga afrika dhex jooga meesha saacunaya waa cabaaya daawadu ku faansanahay laakiin still waa dhimanaysa laakiin alxamdulillaah dawladda hubka nuclear ka haysta isma dagaalayaan oo waxa way dawladda aqli leh soo ma haw dheer diidi hadalkaaga ku noqo inta dawladood oo nuclear ka haysta labada dawladood oo la dhigi karo xoogaa hubkooda nuclear ka wax yar waa ka daciifsan yahay ama ayaga ugu daciifsan waxa way India iyo Pakistan dagaalay reer iyo soo basida ah maalin kasta oo ilaahay keenay ka dhex dhaco daawadeega sharafta la way dhici kartaa inay xoogaa qab wax yar kulul inay imaato ay sheekada u dalacdo nuclear labadaas dowladood haday isticmaalaan haafka qasnadooda kaliya waxa way in gaarayso boqolkiiba eber dhibic shan bas waa yacni wax yariis oo aan waxba ahayn intaas kaliya daawadeega sharafta haday isticmaalaan isbuuc ugu horeeya kaliya waxaa ku geeriyoonaya 20 ilaa 30 milyan oo qof oo dhimanaya
قرح يا دب يا اولول يا اشعاع نوكليير مو جد انا برضه سيسكو بدلين هيروشيما لا يبنين ضدك انت لا لا او باباين او بيجي اسكو توراي ما انت انا برضه سيسكو بدلين فيري وي جو هوري كليه وحاول لباتن الا يصدن مليون وقف يا الحمد لله اي جو حاول اسيا يعني افريكا جوجا الحمد لله حبيبي مسو غارا يعني ايش انا اسكو انا ايش كعبا دي دي انا جو حدنا كو عيناي ماي وادي منيسا وحاول دي منيسا وحله دو كلاترال دامج ولا ما قاركو سيد الان روبوك يا لي كومان وحي سميه وحله دو استيميليشن وحي سادالين وحد دعي دونا حدود دغال نوكليير كدح دشو انديا iyo pakistan oo natiijadana waxay ahayd qiiq ka dhalinaya qaraxaas wuxuu ku faafayaa meeraha dhan ilaa uu meeraha dhan qariyo markuu saas u qariyo dhirirkiisu uu gaarayo 80 km muddo 10 sano nasaasi ahaanaysa qoraxda iftiinkeeda dhulka ma soo gaarayo cimilada waxay hoos u dhacaysaa 20 darajo meeshaas waxa ka dhalinaya qabow iyo qorax la'aan saameyn weyn waxay ku yeelanaysaa beerista dawladaha badarka iyo qamadiga soo saarana meeshii dadku u soo diri lahaayeen ayaga wax xireebanaya taasna waxay saameyn ku yeelanaysaa dawladihii badarka iyo qamadiga loo soo diri jiray dawadeega sharafta hadii la dhawaa laga badbaadaya waa hadii la dhawaa laga badbaadaya waxa meeshaas ku dhimanayso at least ugu yaraan 2 bilyan oo qof waxa soo dhan waxa way laba dawladood oo nukliyeerkooda adduunka u liito oo isdagaalay bas isbuuc ugu horeeyay ay ku dhimanayaan 20 ilaa 30 milyan oo qof saameynta qaraxyadaasna ay geysanayso waxa daba kacay 2 bilyan oo qof oo kale inuu dagaal nukliyeer dhacana way fududahay shan jeer aan lagu sigtay inuu kaco dagaal nukliyeer 4 sano la soo dhaafay kaliya mareykanka iyo ruushka aniga ahaantay igula qosol badneed waxay ahayd waxaan la dhurwaa wuxuu ku dheelay alarmka mareykanka waxay u maleeyeen inay ruushka soo weerareen ruushkina waxay u maleeyeen inay mareykanka soo weerareen marka waa funny ahayd marka waxa waa way dhicribtay ilaani gabad baad yaa alxamdulillah taa wadaaga sharafta leh dhowrki sano la soo dhaafay bani aadanka aad iyo aad u hormaray bani aadan haddaanahay horumarka aa gaarnay maanta annaka qatar isku ah heer hormar maanta waxa awoodnaa bani aadan oo dhan inaa tirtirno waxaana awoodnaa bani aadan oo dhan inaa hormarino ah heer fiican gaarsiin heerarkana waa kala baxaan waana fara badan yihiin waxaa jira kor waxaana jirta hoos waxaa ka mid ah lil nas x inuu soo saaray kaba ay leeyihiin shaydank braiskana wuxuu ahaa inuu u sameeyo twerk iyo dabcas markuu tukanayo waxaa la dhahay ragcadda saddexaad markuu maraayo wuxuu dhahaa intay ka shidantahay waa joogaha waa ku jirnaa salaaddii waa taagannahay iyo blue makeup oo xijaab saartay dawdeega sharafta asbaabta ugu hadla nukliyeerka waxaa waay akhbaar waxaa wadaa sida nukliyeerka oo kale ah waxaa rabaa inaa jug kugu siiyo akhbaartaas oo ah heshiiskii noo yaala season kastaba inuu yahay 20 episode dawdeega sharafta anigoo ka xunaa waxaa ku leeyahay waa ka baxay inta adiga xanaaqin daawadeega sharafta la asbaabta uga baxay aa kuu sheego asbaabta uga baxay waxaa waaye bisha ramadaan waa bil khayr waa bil cibaado marka bishaan waxaa gelaynaa boos oo maaragtay yariisa waa nasanaynaa waa cibaadaysanaynaa sidaas la dhigad bisha ramadaanka waxba ma soo dhigaayay laakiin maalinta ugu horeysa ciidda waxaa waaye muuqaal oo wax badan la codsaday aa hal mar washkax la idinkaga siinaya insha allah seasonkana meeshii waxaa 20 episode daawadeega sharafta laniga meel cidla kaaga ma tegaayo waxaa ka dhigaya 30 season 2 waa 30 episode oo aana caadi ahayn muuqaalkii sagaalaadna waa kana hadirtaan fiirsanaysa insha allah hadduu ilaahay idma muuqaalka axadda soo dejinayo aa ugu dambeeyo sidaas liajligeed bishan waxaa gelaynaa fasax waa nasanaynaa waa cibaadaysanaynaa daawadeega sharafta la muuqaalkan hadirtaan waa fiirsanowsa wiiga soo socda waqtigan oo kale waa soo mantahay ama waa afurantahay dadaa soonka bilaabay ayagu afursan rag iyo dumarka keligood maaha meeshaana kusoo gabagabeynaya daawadeega sharafta leh anigoo ku dhahaa janalka haddaa ku cusub tahay subscribe dhaha gambaleelkana furo muuqaalka insha allah iida suusa kuu dhaafin haddaa janalka hor u joogtana like iyo sheerka waa agtaada macluumaadka meesha laga keenayna waa inaa akhrisaa daawadeega sharafta leh soomaali been waa sheegtaa laakiin been kuma mahmahdo soomaalina waxay tiri candana waa xubin والله ما قانت تصالح الناس بابتا وسو قاتل لكن داو ديغي شرفت لا دقوني كوما سلامت حداي كو سلامت لكم مسو مرتيد حداي كو سو مرتيد لكم ما فقت ها وا 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 كو دحجرنا وا وا كان وا كان ميشان بو تادن يحي ملي جي دا هرت رهد ها ده وا كاس وا كاس يس كدال بو تادن يحي غاري بو قدومي وا لا سوده